أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. يوه، على أساس 5 نجوم. ولك يلا خلصونا، غريبة متعطل الأسانسير. ممكن بس افهم ليش طلعتونا على الدرج؟ شو هاد؟ اوه ماي جاد، والله شي مرتب. خليني الحق اصور ستوري اجاكر فيه فيتي سوسو. قولي قولي قولي، انا رح اعمل تحتي، بدخل بعدين بجيب الفراج. بس شلون هالمره؟ اخترت لكم اوتيل 5 نجوم. اي والله ليش الكذب؟ الاوتيل حلو كتير. يوه، وين الحلو بالموضوع؟ مالكم شايفين الكركبة وبعدين في ريحة ما حلوة؟ اضعوا بدا، تروح من ايدك كل شيء وروح دور لنا على هاي الغرفة، ما زبطت معي هاي الغرفة طاولة. ولك ولك قديش انتي؟ انتو وش انتي؟ ما بيعجبك شي منهم؟ يو 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 يو، شو بك اضعوا بدا عليها صوتك يا عز، جبتنا على الاوتيل بدك تزلنا؟ بعدين انا عم بعطيك رأيي بس. رأيك؟ ايوه؟ طيب يا ستي انا كمان راح اعطيكي رأيي، بتعرفي انه انتي وحدة بومة؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم، يعني لازم كل ما نروح على محل تتخانقوا يعني؟ شوف امك البومة اللي مو عاجبها شيء، بصراحة يا بومة، قصدي يا شو؟ قصدي يا ماما، انا بومة يا ابن ال، وين بابوجي؟ نسيته، نسيت اجيبه معي. يا حشرة، والله ميتة، تك تعال هون، قولي بدك تبهدلنا بالفندق هي. قولك اي، انا الحق علي، انا الحق علي، جبتكم على اوتيل، كان ضروري اعلق هاي العلقة هي. اهلين سوسو، ستوري تبعي؟ اي طبعا تصويري. انا حاليا في فندق 5 نجوم نص البلد، شلون لك؟ لا والله ما في قصة، بس بابي حاب يعملنا سياحة، حبينا نسافر برات البلد ونزلنا في فندق يعني. شو؟ لأم مفكرة بدك تقضيها طحنك؟ بسرعة بتحطي هالمغضوب من ايدك وتقومي بتقلفطي لي غرفة قرفطة، بدي رايح على تضيف توتشيك. يلا حتى هون امي كمان بتنضيف. يلا يلا. يو، مين عرف رقم الغرفة هلا؟ الو، اهلين تحسين، يخرب بيتك من حالك، شو عرفتي رقم الغرفة؟ ايوه لأم ابو عبادة اعطاك اياه. ايوه ايه صح مزبوط، ونص البلد كمان. اي لك لا ما في غرف فاضية، شو ما تعجبي حالك تجي انت، ما في غرف فاضي طول. اخي غرفة اخذناها نحن. الو الو عم شوش، الو ما عم بسمعك، الو 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 بيتك من حالك. بدها تجي كمان. شو هاد؟ والله هلا وحشك، ما بينت ظريفة تنفك. ايوه لا الظاهر صار لازم نجيب اكياس ونبلش نعبي بقى. حيس بحسابي لهالموضوع هاد. عبادة يا عبادة، قولك يا عبادة يا زفت، عم بصرخلك انا. نعم امي، ايش بدك؟ عم بعمل شعري. لك بصرخ ما برد، انا ما بفرجيك استاذ، انا ما بصرخلك مش ما برد. امي عم بعمل شعري مثل ما انك شايفه يعني. لا عم بسرعه، بدي اياك برا بموضوع مهم كثير، يلا بسرعه. قولك
نعم امي، ممكن افهم ما شو كان الصراخ هاد؟ بسرعة بدك تضب معي هدول الغراض كلياتهم بالكياس. يلا. نعم. لا امي هدول ما قلنا هدول الفندق. الا الا مول الفندق مو اخذوا مصاري؟ خلاص معناها قلنا. ولك ولك بدك تبهدلنا ما في مجال. ولك حاج تاخذ وتعطي يخرب بيت احنا فخت معلاقي. بسرعة بدك تضب معي هدول كلياتهم بالكياس وبدك تقطع تفكر البرادي وبدك تفكر الشاشة كمان. عجب المكيف بنفك معنا؟ شو بدك تفك المكيف؟ رح نتبهدل اكيد ما في مجال. انا بلاقي ادخل على الحمام كمان تشوف ايش اللي ناقص. صح نسيت ادخل على الحمام اكيد في شيء. تعا انت بسرعة عبير هدول بالكياس وقت ما اشوف على الحمام ايش فيها. تعا قولك دخيل اللي باللبنية ما اطيب انا. لك حكينا وخذ ابو عينه يا حلو. ايش هالحلو كلياته على رغيف واحد. بابا وين حطيت شحن تليفوني؟ معلش. ولك هيك بدنا نقضيها نحن من شباك لشباك. انا ايمت بدي اشوفك؟ ايمت بدي اشوفك تحت؟ شوفك تحت ايمت؟ قولك الحاجة تطبق بنات لسه هلا وصلنا. قليل عندك جايك. ولك هس يخرب بيتك من حالك بدك تفضحنا انت؟ لا تجي امك وتسمعنا هلا انا وانت على ايش عم نحكي. يخرب بيتك هس. تعال جنبي لهون اتفرج على المناظر الحلوة رح شي بفتح النفس تاعه. بعد اشوف ولي على طولي ايش هالجمال كله. لا وتنتين كمان على فكرة. انا تاخد من احمر الي. شو لك جاي من البرية بدك تاخد اولية؟ لا وجاي لهون عم تقسمني كمان. لا يا عبالة في فرق بيني وبينك. وقت كنا بالبيت انت طبقت لان تحسي وانا طبقت على فوزي. خلاص عشان ما تزعل انا رح اخد من احمر وانت تاخد التانية. لا انا اللي طبقتهم. انا اللي خليتهم يعرفوا انه نحن هون. انا اكبر منك بعدين. انا بنقي. انا باخذ ام الاحمر وانت بتاخذ الثانيه. امرك يا سيدي مثل ما بدك. الك بس هيك بدنا نقضيها. زبطنا الموضوع خلينا ننزل نشوفهم. اصلا عباده ملتهيه وهو هيك امبارك. انا رح اضل بارك جنب هالبومه هيدي هون طول بارك. خلينا نفكر بطريقه نعرف شلون ننزل نتقابل معهم من دون ما تحس امك. ولك بس افهم هدول من اختفوا. ابو عباده قولي شكلها سمعت. لا تقولها شو يعني كشفنا. قولي روحوا ابو زفت ابو. ايوه ايش هالوافه الحلوه هاي؟ خير ان شاء الله. ماني مرتاح لكم النوم. ليش واقفين؟ شوف ابني مدخل الاوتيل من هون من تحت شايفكم. الكافيتيريا على الشمال مباشره. من لفيت على الشمال راسك طاقه الكافيتيريا قدامك. ام عباده ايمت جيتي؟ ما في شي. لا والله بس ابدلنا لعباده اني امبارح الكافيتيريا بدي اروح على الكافيتيريا لانه اذا هيك ماشي. يلا بسرعه تعال بدي اياك جوا بسرعه. تعال. نعمش والله انك معلم ابن معلم. ولك طلعتنا مثل الشعرين من العجين. بلفت وراحت بدون ما تحس فعلا انك معلم. ولو بدك تزعلني منك انا داخل جوا عند امك. قال هي انت احكي معه وظبطنا موعد عشان ننزل نتقابل تحت. ماشي يلا بسرعه. ما قلتي لي خدوج شلون عجبك الاوتيل؟ بدك الصراحه امي انا ماني مرتاحه هون النوب. وليش بقى مالك مرتاحه؟ ولك ايه حسي هذا الفندق مسكون بالعفاريت. ولك يخرب بيتك من حالك. ايش قصدك انت مع العفاريت؟ حاطينا لهون بالعفاريت حتى مشان اثبت لك هلا انه هذا الفندق مانو مسكون بالعفاريت. شوفي اذا في عفاريت بالغرفه سقفوا مرتين. ولك شو بك هون؟ ايش في بضل اصواتكم طالعه؟ سلامتك كل خير. لا تشغل بالك انت صعي. وش هدول الكياس معبيتيهم انت هون؟ هدول شوية اغراض لنا من هون من الاوتيل اخذتهم انا. شو؟ يخرب بيتك من حالك. ومين قال لك انه هدول لنا؟ ولك هدول الفندق شلون بدك تنزلهم تحت هلا؟ قشقشتي كل شيء بالغرفة. يخرب بيتك هلا قولوا عنا حرامية. الا ما قولوا شيء. لا تاكل هم انت انا بظبط وضعي. ماشي على كل الاحوال انا عبادة نازلين شوية لتحت شوي بس ونجي ما نتأخرش. وقفوا وقف عندك وقف عبادة. وين رايحين؟ وين نازلين على فجأة؟ رايحين وين رايحين؟ قلها بابا لوين رايحين نحن؟ يلا رح قلها بدنا ننزل لتحت نسألهم على البوفيه. إذا البوفيه مفتوح مشان ننزل كلياتنا نتغدى تحت. ممتاز منيح قلت لي لأنه أنا كمان بدي أجي معك. وأنا كمان بدي أنزل معك أميها جوعانة كثير لأنه يلا بابا يلا بسرعة الناس تحت عم يستنونا. أيوة ناس. ومين هدول الناس؟ بالله لعبوا عليهم ابنك أبو عبادة. فضحتنا الله يوفقك الله يوفقك عبادة فضحتنا. قصده
قصده على اصحاب البوفيه، اصحاب البوفيه مدن بدنا ننزل تحت نسالهم على البوفيه عشان ما نتاخر عليهم، بس يعني هيك قصده بس. يلي شو هاد؟ مش عم بيعمل عباده؟ يلا يلا جايين شوي بس، يلا جايين جايين يلا يلا. الله يوفقك يا عباده. امي 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 روحوا خلصونا، يخرب بيتكم من حالكم. رح شبك انت لسه عك شغله. امي 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 ولك امي ما بدهم يروحوا على البوفيه. شوفي له عباده كان عم يشوف بنات واقفين تحت، بدهم يروحوا يشوفوا بنات. شو وينهم؟ فرجيني لشوف. ياي اخي والله صح، روح ابو عبده رايحين تشوفوا بنات تحت تقعد ما بتوب. طوي بالك ابو عبده، انت فهمتي الموضوع غلط. او بدي احكي لك كلمه. قولي. الهري مددان المراجل. اخ يا واطي هربت وتركتني. والله لا خلي اهل الفندق كلياتهم يتفرجوا عليك، تعال هون. طوي بالك ابو عبده ولد اخيكم. امي طوي بالك تفضحينا بالفندق. قولي فضحنا